decreto firmato dai ministri Piantedosi, Crosetto e Salvini che... السلام عليكم الحبايب العزاز، كدرين بخير؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يا ربي تكونوا كاملين بخير وعلى خير. فيديو جديد، موضوع جديد على الحكومه الجديده ان شاء الله، وعلى ذكر التفلس اللي غادي يتفتح، وعلاش كثروا الكونترولات في ستاسيونات، يعني ديال الطوبيس وديال التران. هنا ديتكم الستاسيون ديال التران وديال الطوبيس، كنت كنهضر ولكن كان بزاف الصداع، حتى حاجه ما كتسمعش داك الشيء، علاش حيدت الصوت وكان عاودها. هاد الشيء ان شاء الله اللي غنشارك معكم في هاد الفيديو، الاخبار كتفرح. الا كيهمكم الامر ديال الهجره بالطريقه الشرعيه، هاد الشيء اللي غنشارك معكم في هاد الفيديو هذا. الا عجبكم الفيديو ما تنساوش اللايك وتبارطاجيو مع اصدقاء ومع الحباب اللي كتهمهم الهجره بالطريقه الشرعيه. خليوكم مع الفيديو كله متعه والحماس والنشاط اوفلو. هانتوما كتلاحظوا هاد اليامات الزيار اللي كاين في ستاسيونات، سواء ديال الطوبيس ولا ديال التران. الزحام اللي كيكونوا والبوليس كيكونتروليو اي واحد داز، ضروري يطلبوا ليه لا كارتا دي دينتيتا والكوديت شي فيسكالي. علاش؟ باش يشوفوا يعني شكون اللي عنده الوراق وشكون اللي ما عندوش. ماشي باش نخلعكم، ما بغيتش انا نخلعكم، كنقول لكم يعني الواقع، فهمتوا؟ كوين ديال الناس اللي ما عندهمش الوراق، ما تخافوش، الا ما درتوش المشاكل ما درتوش، علاش يشدكم؟ راه ما غيشدكم حتى شي واحد. هادوك الدور الخاويين في هاد اليامات من الاحسن ما ديروهمش. عندك شي غرض سير قضيه ورجع لدارك، ما عندك حتى غرض بلا ما تدور. راه دائما يعني كل ما كنخرج انايا كيبانوا ليا البوليس، كيجيو يقول لك عطيني لا كارت ديالك وعطينا الكود ديال فيسكال ديالك، كتكون كيكونتروليوهم وكيمشي. ولكن شي واحد اللي ما عندوش الوراق شنو اللي غيعطي؟ غيقول ليه ما عنديش الوراق، ولكن الا ما درتيش علاش وما درتيش المشاكل حتى واحد ما يقول لك شي حاجه. انتوما شفتوا الزحام اللي كاين في ستاسيونات ديال التران وديال الطوبيس، كيكونتروليو كلشي، اي واحد نزل من الطوبيسه ولا من الترانه ولا بغى يطلع تيكونتروليوه. علاش؟ باش يعرفوا شكون اللي عنده الوراق وشكون اللي ما عندوش. ماشي باش نخلعكم، نخلع الناس اللي ما عندهمش الوراق، ولكن هذه هي الحقيقه. فاش يعني الدوله كتخرج وكدير هاد الكونترولات، راه كاين واحد السبب. ان شاء الله غادي يفتحوا سناتوريا باش يصوبوا الوريقات لواحد العدد كبير ديال المهاجرين اللي هنا في طاليان بالطريقه غير الشرعيه. والنصيحه لي منكم الشباب اللي ما عندهمش الوراق، من الاحسن تخدم على راسك وما تخرجش دوك الدور الخويين، ما كاين لاش يعني تبقاو تدوروا على والو. عندك شي غراض مشي تقضيه، ما عندكش سد عليك في دارك، مشي لخدمتك ورجع لدارك وتصنت لعظامك. حيت الواحد اللي ما كيديرش المشاكل وكيخدم على راسو، راه ما كاينش اللي يدوي معاه. يقدروا مثلا يلقاوك ما عندكش، يقدر مثلا تخرج بلا السبب يشدوك، يكون شي مشكل ولا ما تعرفش يعني اشنو كاين يصيفطوك ولا، فهمتوا؟ كوين دي باش نتفاداو هاد المشاكل وصداع الراس، فهمتوا؟ وداك الخوف وعلى والو، من الاحسن تخشي راسك في الخدمه ديالك، ساليتي من الخدمه ديالك تمشي لدارك تصنت لعظامك، ما ديرش المشاكل، ما ديرش الصداع، باش ان شاء الله ملي غيتفتح القانون تصوب الوريقات ديالك. اول حاجه دارتها الحكومه الجديده ملي تكونات، سدوا هذاك الباب اللي كيدخلوا منه المهاجرين بالطريقه غير الشرعيه.
وكانوا دخلوا جوج لي بار كي كانوا غيدخلوا الطليان هما بلوكاوهم وخداو منهم يعني دخلوا منهم الاسرات والعيالات يعني الحواميد الاطفال الناس الكبار يعني هاد الناس كلهم اللي جاوا بطريقه غير شرعيه هادو خداو منهم هاد الناس اعتقوهم يعني عطاو لهم اسعافات وعطاو لهم الدويات وعطاو لهم داكشي اللي محتاجين ليهم ودخلوهم باش يديروا معاهم الحل. والناس يعني اللي صحاح اللي في صحه جيده اشنو داروا ليهم؟ عطاو لهم اسعافات اوليه. وهذوك يعني اللي صحاح عطاو لهم الاسعافات اوليه ورجعوهم للالمان من الالمان لبلادهم. كوين دي هادشي كله بالدلائل ما كنجبد حتى حاجه من راسي. خليوكم مع الفيديو باش تشوفوا باللي ما كنجبد من راسي حيت كاين بعض الناس كيقولوا لي انت غير كتفيقي وكتهضري راه امبوسيبل الواحد يفيق يبقى يهضر في الحوا. اي حاجه كنجيبها لكم كنجيب لكم معها الدليل باش نتوما تعرفوا اشنو كاين. Ha ricevuto un decreto firmato dai ministri Piantedosi, Crosetto e Salvini che vieta la sosta in acque italiane più a lungo del tempo necessario. هانتو ما شفتو الفيديو شفتو الناس اللي تبلوكاو في الباركي يعني ما جبتش يعني الموضوع من راسي. وهذا الضجه كلها اللي كاينه يعني ديال المهاجرين اللي دخلوهم دابا هذاك العدد ديال المهاجرين والعائلات اللي دخلوهم هذوك راه ضروري يلقاو ليهم ان شاء الله الحل وغادي يفتحوا القانون على قبلهم. راه مازال ما كاينش في لاكازيت توفيت شالي مازال يعني ما كاينش يعني داك القانون ساناتوريا. ولكن هاد الضجه اللي نايضه الكونترولات في السطاسيونات هاد المهاجرين اللي كاينين في الطليان بالطريقه غير الشرعيين راه ضروري يلقاو ليهم الحل ان شاء الله. يصوبوا لهم يعني الاوراقات ديالهم يفتحوا ليهم سناتوريا والله يسهل على الجميع ان شاء الله. الا كانت شي حاجه جديده انا معاكم ان شاء الله غنحطها لكم حيت كاين واحد العدد او لا واحد الكميه كبيره ديال الناس اللي ما عندهمش الوراق مثلا اللي كيتبعونه وكيتسناو الجديد. وكاينين الناس حتى اللي بغاو يدخلوا من المغرب ولا من اي بلد بديكريتو فلوسي ان شاء الله. راه كيما شفتوا يعني مازال ما كاين حتى جديد يعني من الحكومه الجديده من غير هذا الباب اللي بلوكاوه فهمتوا. ولكن ضروري يلقاو الحل لهاد الناس اللي ما عندهمش الوراق ان شاء الله. وكما ديجا قلت لكم في الفيديوهات السابقه جورج زاميلوني قالت الى الطليان محتاجه المهاجرين او الخدام يعني الناس اللي غيخدموا البلاد غادي نفتحوا القوانين وندخلوا الناس بطريقه شرعيه. ويندي بلا ما تخافوا ان شاء الله يكون خير. هذا هو الفيديو ديال اليوم. خليوكم مع فلوق من السوق ديال بولونيا. جمعه مباركه بعدا باش ما تمنيتو ان شاء الله. وخليوكم مع الحمام. الا عجبكم الفيديو ما تنساوش لايك وتبارطاجوا مع اصدقاء ومع الحباب. ما غنقولش لكم بالسلامه حيت مازال الخير والبركه. مازال غنشارك معكم التخفيضات اللي كاينين في السوق ومازال غنشارك معكم الملابس والحوايج وداكشي كله اللي جابوا في السوق هاد السيمانه هادي. خليكم مع الفيديو. البنات هاز الثوب ديالاش واش تليجه ولا كيفاش هذا؟ ما عرفتش ثوب. يا سلام فرميان وطايح. ولكن ما عرفت واش تليجه ولا غير كيشبه ليها. اش بان لكم يا اختي واش غايجيو فيه تخاشط ولا وقفات؟ كتبوا لي رايكم في التعليقات. كتشوفوا كيبري قلي الحر. ها انتم ما كيبان لكم. وكاين هذا النوع هذه واقيلا تليجه ولكن هذا اللي ما فهمتش انايا. قولوا لي انتم يا بنات هذا ها هو شتو داير بحال تليجه ولكن مختلف. انتو برطاب انت مو فيهم الوان. اما جوهرها هي
هات لي جايه بنات شفتوا، وهذا اللي غتلبسوا ليه من التحت رطاب وطايح نتوما. اش بان لكم يا بنات؟ وكاين هذا النوع اخر، هذا اللي صورتها لكم السيمانه اللي فاتت راه باقه حابين غنلقاها سالت. واو انتما كاين حتى هذا اللون هذا بيستاش، جابوه غير هذه السيمانه هذا. وكاين هذا اختي الجلال باختي العروسه بلون كاسي، كاين هذا اللون وكاين خضر مغلوق هذا واعر البنات شتو. هذا قولوا لي رايكم في هذا. يا سلام اختي يا سلام، هانتوما اختي كلشي برميان تواب برميان. ها قولوا لي البنات الثوب اللي زوين، وقولوا لي الخياطه اللي غتجي معاه. صافي هانتوما اختي المبره وفيها هذا الصقر، هذا طليانيه خدات المبره شوف. كاين هاد المبره يا البنات وفيها الالوان، جابوا الروليات الكبار اختي هانتوما كتشوفوا. ها هي معلقه فيها الحمار، هذيك جوهره. وكاين هاد النوع اخر ديال الثوب، هذاك الخضر البيستاش معلق قال لي فين واعر. هم دوك الدفينات ديال بكري ديال زمان ديال زمان اختي. الحوايج ديال البرس جاكيطات شفتو هاديك واعره. هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى يعجبكم ونكون فدتكم بشي حاجه. الا عجبكم الفيديو ما تنساوش اللايك وتبارطاجيو مع اصدقاء ومع الاحباب باش كلشي ان شاء الله يستافدوا. الناس اللي كيقولوا لي هذا السوق ديال بولونيا متى كيكون؟ كيكون الجمعه والسبت كل يعني النهار كله، بغيت نقول الجمعه والسبت النهار كله وكل نهار كيكون الجديد، كل السيمانه كيكون الجديد. هذا الشيء اللي كاين.